عزة الدين وقوة الدين تأتي بالعقيدة. نحن والله الذل الذي وقع علينا ما بسبب قلة السلاح ولا بسبب قلة العدة والعتاد، إنما السبب ضعف الإيمان، إنما السبب تفرق الأمة، إنما السبب العقائد الباطلة التي دست في أمة الإسلام وكيد بها الإسلام من الطرق الباطلة المنحرفة. ده السبب الذي أضعف كثيرا أو أضعف أمة الإسلام.